دخل الإمام الماوردي كان يقال له قاضي القضاة في عهد بني العباس. تعرفون عهد بني العباس من أوج العصور التي كان فيها العلم، وكان في بغداد ما لا يقل عن 1000 مسجد، ثم 1000 مسجد فيها من العلم ودواوين حفاظ القرآن ورواة الأحاديث والفقهاء والعلماء. وكان يقال له إنه قاضي القضاة، يعني المقدم عليهم، وإن كان لا ينبغي أن يقال بالتعظيم أحكم الحكام وأقضى القضاة، هذا لا ينبغي، والله سبحانه وتعالى هو الأعلم والأحكم سبحانه وتعالى. فدخل ذات مرة الحقيقة الإمام الماوردي من يقرأ كتبه خاصة في الفقه آية من آيات الله وموسوعة في العلم خاصة في الفقه والأحكام والمسائل، وهو من كبار أئمة الشافعية، مذهب الشافعي، ومذهب الشافعي من أوسع المذاهب تفريعا وتأصيلا، تأصيلا وتفريعا، وكان غيره من المذاهب لهم، لكن كل مذهب بحسب، لكن هذا المذهب خدم خدمة كبيرة، هو والمذهب الحنبلي لتأخر الإمامين، كل ما تأخر الإمام جمع أكثر من الذي قبلها. فالمقصود أنه في كتابه الحاوي إذا قرأته رأيت العجب العجاب، ما رأيت في دقة إرادة الأدلة مع الإنصاف. لو خصمه تريد أدلة لمن يخالفه على أجمل وأكمل ما تكون، انظر إليها في الحاوي، كتاب كسم، تتعجب من دقته، يستدل لمن يخالف استدلالا عجيبا، حتى في بعض الأحيان تجد أدلة لمن يخالف لا تجدها في كتب المخالفين رحمه الله، من الإنصاف. وكما يقول الإمام الشافعي: ما جدلت أحدا إلا وددت أن يظهر الله الحق على يدي. هذا الإمام دخل المسجد يوم من الأيام وقد بلغ في العلم مبلغه، جاءه الشيطان وحدثته نفسه فقال: هل هنا مسألة في العلم لا أعلمها؟ مما أعطي من سعة العلم. فلما صلى التحية وجلس يريد أن يبدأ درسه، جاءت امرأة ومعها بنت على الحلم تناهز الحلم، وجرى معها دم، وغالبا البنت إذا ناهزت الحلم كانوا يسألون عن أمر دينهم وعن عبادتهم. فجاءت تسأل عن هذه البنت: هل الدم الذي معها دم حيض فتصبح بالغة وحكم حكم البالغات، أم أن الدم الذي معها دم استحاضة وليست ببالغ؟ فقالت: رحمك الله يا إمام، هذه البنت من شأنها كذا وكذا وكذا، فإذا به لا يعرف في الحيض شيئا، وهو بين جهابذة أصحابه وفي المسجد وأمام الناس، فاستغلق عليه كأنه لم يقرأ من باب الحيض شيئا، هذا يحدث به عن نفسه. فأعادت عليه السؤال المرة الثانية والمرة الثالثة، فاستغلق عليه. طلابه مما أصابهم من العجب كانوا أكثر من شيخه، لأنهم متعجبون كيف المسألة بسيطة وسهلة والشيخ لا يتمكن من الجواب عليها. فوقفت المرأة وانتظرت ما أجاب الشيخ، واستحي الطلاب من يتكلموا، فمضت، فإذا بها بطويل بعلم مبتدئ جاء من أجل يحضر الدرس. فقالت له: رحمك الله، بنتي عمرها كذا وقد جرى معها الدم على صفة كذا. قال لها: كذا وكذا. قالت: والله أنت خير من هذا الذي جلس. عقوبة من الله، لأنه قال: هل ثم مسألة في العلم ما أعلمها؟ فكل من هذه عبرة، كل من يظن أن هذا العلم يعطى بالذكاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقدرون منه على شيء، لا يقدرون منه يعني من العلم على شيء، شيء نكرة أيا كان هذا الشيء. فإذا سلب الله العبد العلم، لو تسأله عن أبسط المسائل لا يستطيع أن يجيب فيها، لأنه إذا أراد الله أن ينطقه نطق، وإذا أراد الله أن يخلصه سكت. والله إن هذا العلم مهما رأيت فيه من العالم المتمكن البحر الجهبذ، فاعلم أنه لا يساوي شيئا، وأن الله هو الذي أنطقه، وأن الله هو الذي علمه.
حقيقة ينبغي أن تكون معك في العلم دائماً.